قبل الفاصل تحت الهواء كان كابتن رمضان واحنا بنتكلم على جزئيه اعتراض بعض اللعيبه اللي ما انضمتش للمنتخب المره دي مع كابتن حسام البدري. كنت تذكرت في كلامك كابتن رحمه الله عليه الجنرال محمود الجوهري. طبعا. ولما طلبت منه ان انت تتدرب واشتغلت على نفسك جدا جدا وعملت حتى من نفسك تدريبات تخصصيه مع نفسك بالزبط. رحت قلت له كابتن محمود انا جاهز. انا انت عارفه يا سلام انا رحت وقلت له يا كابتن انا هلعب الفتره اللي جايه. قلت له كده. فانا عملت ايه؟ انا كنت اساسي هاني وبعدين جت لي الخلفيه فقعدت فتره وبعدين رجعت بتمرن بمنتهى القوه. في الفتره دي سافرت انجلترا تقريبا. سافرت انجلترا وبعدين رجعت فبره السكور حوالي 4-5 مباريات. فانا ولا اتكلمت خالص انا رحت قلت للكابتن جوهري انا طبعا الكابتن جوهري ده ليه فضل كبير جدا جدا عليا يعني كمان يعني. فقلت له يا كابتن انا الفتره اللي جايه هلعب. قال لي رمضان وانا ابقى سعيد جدا ان انت رحت بقى بتمرن الساعه 3 وبتمرن الصبح الساعه 7 واتمرن بالليل بتمرن مثلا ايام 3 فترات وايام فترتين وبعدين ودخلت بقى خلاص فورمه وبعدين في يوم كان عامل تقسيمه هو بين الاساسي والاحتياطي فانا كنت دايس في الشوط الاولاني بشكل يعني واضح لكل الناس فهو نقلني من غير ما ي... ما ما اوتوماتيك يعني كده جت قال لي رمضان روح الفرقه الثانيه وبعدين ماسك الفرقه الثانيه بقى ايه بيعنفها اللي هي الاساسي فبيقول لهم بقى اشتغلوا وانتوا بتشتغلوا مش عارف ايه وبتاع وكده ما تشوفوا رمضان شايف الفرقه الثانيه عامل ايه وبص انا موجود هو كان ضمني خلاص للمجموعه اللي هتلعب المباراه من غير بقى لا كلمت ولا جرايد ولا مش عارف ليه انا بقول بنصح اللعيبه المستبعده كلها كل تفكيري وكل تركيزي في شغلي الملعب هو اللي يرجعك منتخب مصر الملعب هو اللي يجبر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ان هو ياخدك ويضيفك للكره مش الكلام